وعاشوا هنا. بدأت بقى قصة بني إسرائيل في مصر، اللي هم هيجي بقى يمر سنين 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 ويجي سيدنا موسى عليه السلام وياخدهم ويخرج. فمن هنا بدأت قصة بني. لكن هذه هي قصة سيدنا يوسف. في بقى طبعا على جنب كده شوية حواديت مش عندنا، لا في كتابنا الكريم ولا فيما ذكر عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ما فيش عندنا حاجة خالص. انتهت قصة سيدنا يوسف بأن هو ترك ملكا لمصر وخلاص، يعني حاكم عزيز، يعني زي ما تقول رئيس الوزراء كده بس خلاص. لكن الوحيد، النبي الوحيد اللي قال له انا عايز امشي والحقني بالصالحين كان سيدنا يوسف. كان عنده 110 سنه وكان زي ما تقول استكفى تمام، وشوق اشتاب لانه هو يطلع فوق. وخلصت قصة سيدنا يوسف؟ لا، ما خلصتش بقى في بعض الكتب وفي بعض الروايات. احنا عندنا ان كل ما جاء في كتب اهل الكتاب عموما يعني ممكن نصدق وممكن ما نصدقش، بس ما نكذبش. احنا ما لناش علاقة، ما دام ما عندناش معلومة تفيد ان ده حصل او ما حصلش، فاحنا لا نصدق ولا نكذب. ففي حكايات بقى موجودة بقى يقول لك ايه، اصل هو زليخة دي اللي هي رحيل او رعيل او ايا كان اسمها اتجوزته. يا عم اتجوزته؟ قال لك ده هو جوزها بعد قصة سيدنا يوسف دي مات حزنا وكمدا على خيانة زوجته، فالملك جوزهم وخلف ولدين. وهو قال لها طب شفتي بقى التخطيط الالهي، ايه رايك بقى مش كده احسن من ما كنت بتطلبي؟ دي روايه. وفي روايه تانية يقول لك لا، دي زليخه دي كبرت بقى، لان خلي بالك احنا بنتكلم على سيدنا يوسف اتسجن 10 سنين وتربى عندها فتره طويله ان هي ربته. فالمهم ففي سنوات كتير ان هي كانت جوزها مات وهي طردت من القصر بعد القصه ديت، وعاشت غلبانه جدا وعجزت وكده وقعدت غلبانه. فقالوا لها ما تروح ليوسف يمكن يساعدك، ما هو بقى عزيز مصر. فقالت لهم لا ما ينفعش وبتاع، لو بيعدي من هنا بيروحيله. فراحت وقفت وهو معدي، قالت له بصت له كده وقالت له سبحانه من جعل الملوك بالمعصيه عبيد ومن جعل العبيد بالطاعة ملوكا. الله، يا سلام، شوف العظة. فقال لها أهنتي هاتيك؟ قالت له أيوه أنا زليخة، دمرني حبك. فيسأل الله أن يعيد لي شبابي. فيقال أنه ربنا سبحانه وتعالى أعاد لها شبابها واتجوزته وخلفت ولدين. لكن أهي حكايات بتتحكي.